s'agissant de la production primaire à fin mai, pétrole, à fin mai 2000, équivalent pétrole, à fin mai 2022. Bien entendu, le chiffre d'affaires à l'exportation s'est établi à fin mai 2023, réparti par produit, les découvertes de 2022. La totalité des besoins du marché national a créé de la. في مخطط الخماسي نستوف نستثمر حوالي 30 مليار دولار في مجال الاستكشاف والإنتاج. أولا حصة معتبرة من هذا الاستثمار سوف يوجه ل ce qu'on appelle le maintien de la production. حقولنا قديمة يعني المنشآت يتم تطويرها تحديثها يتم سنويا حفر أبار جديدة لتخليوا المستوى تاع الانتاج في تاع الحقول هذه. فيما يخص مراجعة الأسعار تقريب نحن في نهاية مرحلة هذه المراجعة تقريب على حول 11 عقد مع شركة سوناتراك تمكننا من مراجعة تقريب في 9 عقود تم الإعلان عليها بقينا تقريب عقد أو اثنين احنا في نهاية هذه المفاوضات. توقعات إنتاج وتصدير لهذه السنة كان أهدافنا لإنتاج أولي لما يعني قارب 200 مليون طن مكافئ يعني كل تو برودوي كونفوندو يعني بترول غاز كوندونسا و جي بي ال والتصدير راح نبقاو في تقريب مستوى 92 حتى 93 مليون طن.